سالون شما شما هادي الراح عجبك تبارك الله شو هذا هادي اللي داخل كراتين كامل هكذا كامل كراتين هكذا كيف ما بغيت وقفوا اشوف ديو هنا سي المنطقه هذه خذ ديال الفرقه منا في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من توقيف شخص واحد وحجز 60,000 كيس من مادة الشم المرحية بوزن 40 غرام للكيس الواحد على متن شاحنة مموهة بمعدات أشغال الكهرباء ببلدية أميزور ولاية بجاية. تعود حيثيات القضية بناء على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميزور، مفادها وجود شاحنة محملة بمادة التبغ تحمل ترقيم ولاية برج بوريريج تسلك الطريق الوطني رقم 75 قادمة من ولاية سطيف متجهة إلى مدينة بجاية. على الفور تم تشكيل دورية ووضع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية بالضبط بمدخل قرية عافرة بلدية أميزور، أين تم توقيف الشاحنة نوع رونو أس 150 مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 27 سنة ينحدر من ولاية سطيف. بعد تفتيش الشاحنة تم العثور على علب كرتونية مموهة بين معدات أشغال الكهرباء. بعد فتح أحد العلب تبين أنها تحتوي على مادة الشمة تحمل علامة ملكة سيغ يقدر عددها ب 60,000 كيس بوزن 40 غرام للكيس الواحد، كما تم حجز مبلغ مالي قدره 138,000 دينار جزائري. الوزن الإجمالي للمحجوزات قدرت ب 24 قنطار من مادة الشمة المرحية أي بقيمة مالية 540 مليون سنتيم، ليتم توقيف الشاحنة وسائقها واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. في هذا الشأن تم إنجاز ملف القضية وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة فور انتهاء من التحقيق.